فرصة العمر، الجائزة الكبرى، بيت الأحلام، مثل هذه العناوين تمتلئ بها الإعلانات في الشوارع وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي في الصحف وغير ذلك. فهل هي فعلاً هكذا؟ هل هي فعلاً فرصة العمر؟ ماذا لو تحقق شيء من هذا القبيل؟ بالنسبه الى احدنا هل اعتبره فعلا فرصه العمر بيت الاحلام الجائزه الكبرى بالنسبه الى الذين لا تتجاوز انظارهم هذه الحياه الحياه الدنيا بالنسبه الى الذين لا يتطلعون الى اكثر من الحياه الدنيا هي بالفعل كذلك لكن بالنسبه الى الذين امنوا بأن هذه الحياة الدنيا كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة برقم 203 من نهج البلاغة قال هذه الدنيا كيف هي بالنسبة إلى هؤلاء وفي الواقع دار مجاز دار عبور والآخرة دار قرار بالنسبة إلى هؤلاء الذين يؤمنون بهذه الحقيقه المساله مختلفه تماما من امن بذلك فان فرصه العمر بالنسبه اليه هي تلك اللحظه التي يوفق فيها ان يفتح له باب التوبه فيتوب الله عز وجل عليه هذه هي فرصه العمر بالنسبه الى هؤلاء الجائزه الكبرى هي عندما يعلمون بان الله قد كتب لهم عتقا من النار بيت العمر بالنسبه الى هؤلاء, هؤلاء هو ذلك القصر الذي يبنونه لانفسهم في الاخره من خلال ايمانهم من خلال عملهم الصالح ومن خلال اجتناب كل ما يجلب غضب الله عز وجل عليهم ولذا قال الامام بعد ذلك فخذوا من ممركم خذوا من هذه الدنيا لمقركم خذوا منها لاخرتكم هذا اولا ولا تهتكوا استاركم عند من يعلم اسراركم لا ترتكبوا ما تفتضحوا تفتضحوا به في الاخره ولا يغيب شيء عن الله هذا ثانيا واما ثالثا واخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل ان تخرج منها ابدانكم السبب بسيط جدا السبب واضح وهو انكم لم تخلقوا لهذه الحياه الانسان لم يخلق للدنيا بل الدنيا في الواقع بالنسبه اليه هي مجرد مرحله للعبور وعنوان هذه المرحلة الاختبار، ولذا قال عليه السلام بعد ذلك: ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم. لا تنخدعوا بالظاهر. انتم لم تخلقوا لهذه الحياة. وبالتالي كل ما تبنونه وما تتطلعون اليه هو للحياة الحقيقية التي تكون في الأخرة. ثم نبه عليه السلام الى الفارق ما بين المعايير التي يعتمدها اهل الدنيا الذين لا يتطلعون الى اكثر من الدنيا وبين المعايير الصحيحه والحقيقيه التي يجب ان نتطلع اليها ومن خلالها نقيم مصير الانسان قال ان المراه لاحظوا الفرق ان المراه اذا هلك يعني اذا مات قال الناس ما ترك ما الذي تركه الناس يطلعون الى ماذا ترك قصور ترك ارصده ضخمه ترك طائره خاصه ترك اسطول من السيارات الفارهه ماذا ترك الناس يتسالون عن هذا ولكن وقالت الملائكه ما قدم الملائكه حينذاك تسال ماذا قدمت ايها الانسان عند الموت ماذا قدمت في المرحله الاختباريه لبيتك الحقيقي لحياتك الحقيقيه لحياتك المستقبليه هذا هو المصير الحقيقي ماذا وظفت من كل ما اعطاك الله عز وجل من مال من قوه من جاه من علم من اي عنوان من عناوين النعم الالهيه ماذا وظفت منها هذا هو الذي يهم عندما تنتهي المرحله الاختباريه وينتقل الانسان الى دار الاخره لذا قال بعد ذلك لله اباؤكم يعني انتبهوا الى اين تذهبون لله اباؤكم فقدموا بعضا لم يطلب منكم احد ان تتنازلوا عن كل شيء من نعم الله التي ترفلون فيها قدموا بعضا لتلك الدار قدموا بعضا من المال قدم بعضا من وقتك قدم بعضا من جهدك قدم بعضا من وجاهتك قدم بعضا من علمك وحين ذاك ستحصل على الكثير من عند الله لماذا يكن لكم قرضا هذا الذي تقدمون هنا مكنوز لكم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره يعني هذا العطاء الذي تقدمه في الدنيا وهو بعض مما تملكه هذا العطاء لن يذهب سدى هو مجرد قرض وقرض ليس بالقرض الحسن الذي يعود كما قدمت وانما يضاعف لك أضعافا كثيرة يكن لكم قرضا ولا تخلفوا كلا لا تدعوا كل ما تملكون من أجل الدنيا فتتركونه وراءكم ولا تخلفوا كلا شنو النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ فيكون عليكم تكون مضرته راجعة إليكم في الآخرة عندما تاتي اللحظه التي تكتشفون فيها ان ارصدتكم خاليه في الاخره او قليله جدا لا تسعفكم للنجاه عندما تقفون بين يدي الله عز وجل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بامور ديننا ودنيانا وان يوفقنا لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر